السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنعمل تطبيق عملي على المنتجات بتاعتنا ونعرضها جوه الصفحة. كل منتج عندنا هيكون محطوط جوه ديف، واسم المنتج هيكون محطوط جوه هيدنج، وتحته باراجراف في الألوان بتاعتنا بالشكل ده. وهنتعلم شوية حاجات جميلة بإذن الله من ناحية التنظيم، وهنستخدم بعض الحاجات الجاهزة اللي احنا تعلمناها في الدروس اللي فاتت. اول حاجة طالبها منك ان انت تحدد لي عدد المنتجات اللي انت عايز تظهرها في الصفحة، لان مش هظهر كل المنتجات الموجودة في الاري. فهنا انا محتاج اعمل متغير ممكن اسميه شو كاونت او كاونت بس زي ما تحب، ونبدأ ان هو يكون مثلا فيه رقم 5. هنعرض 5 منتجات عندنا. قبل اللوب بتاعنا ما يبدأ، قبل اي حاجة، انا محتاج في الصفحة يكون عندي هيدنج يقول لي ان انا هظهر 5 منتجات، والرقم ده هيكون دايناميك لان احنا هنغيره ونشوف لما نغيره بيحصل ايه في الصفحة. طيب هاجي اقول له هنا document.write، وهبدا اضيف في الصفحه دلوقتي h1 بالشكل ده سلاش h1، وهكتب جواه ان انا محتاج اظهر 5 منتجات، شو بعدين الرقم هنكتبه هنا بعدين products بالشكل ده، وادي شو كاونت بتاعي بالشكل ده، واصبح عندي دايناميك في الصفحه مكتوب شو 5 products، وبعد كده هنبدا نظهر تحتيه المنتجات بتاعتنا. طيب نيجي لمرحله اظهار المنتجات بتاعتنا، هنستخدم الفور بالشكل ده، وهقول له let i بيساوي 0، بعدين i اصغر من البرودكتس دوت لينث، ده العادي بتاعنا، هفهمك كل حاجه في وقتها، بعدين i بلس بلس، وكده انا هطبع كل حاجه موجوده عندي في الاري زي ما اتفقنا. لا، انا عايز اعرض عدد المنتجات اللي انت كاتبها هنا، فهنا مش هقول له برودكت لينث خالص، انا هقول له الرقم الموجود هنا اللي هو الشو كاونت. هنا بقول له ان الاي هيبقى اصغر من 5. اصغر من 5 يا شباب زي ما اتفقنا دايما اللينس سابق الاندكس بواحد، اصغر من 5 يعني هيبدا من 0، واصغر من 5 يبقى هيبقى عندي 5 منتجات. يبقى انا كده اللوب ده هيعرض لي من هنا 5 منتجات بس، مش جميع المنتجات الموجوده دي اللي هي اصلا عددهم 6. طيب هنعمل ايه بعد كده جوه اللوب؟ هنبدا بقى ننشئ الديفات بتاعتنا اللي هيكون فيها اسم المنتج والحاجات دي كلها. طيب اول حاجه دوكيومنت دوت رايت، وهبدا افتح ديف بالشكل ده، دي هتكون فتحه الديف ودي هتكون قفله الديف، وبينهم هبدا احط المنتج بتاعي. هتقول لي طب ليه مش في دوكيومنت رايت واحده؟ لان انا هحط هنا اسم المنتج وتحته الالوان اللي عندنا دي. طيب هقول له هنا دوكيومنت دوت رايت، وهبدا هنا احط يعني الهيدنج اللي يعجبك، ممكن نقول مثلا h3 هيكون ده اللي فيه الاسم بتاع المنتج بتاعنا بالشكل ده، وهاجي هنا احط المتغير بتاعنا اللي هو هيكون products وبعدين الاي عشان يعرض لي اسم المنتج. تعالوا مع بعض كده نشوف النتيجة. زي ما انت شايف كيبورد ماوس بين باد، كل واحد فيهم في الديف، وجوه الديف فيه ال h3 اللي فيه اسم المنتج بتاعنا. عظيم. ممكن قبليه نعمل كده زي سكوير براكت كده، وجوه السكوير براكت نعرض كمان رقم المنتج. رقم المنتج يعني هو التسلسل بتاعه هيكون كام. خد بالك من نقطة هنا عشان تقدر تفكر منطقيا في المستقبل. لو انا حطيت هنا الاي هيبدأ لي بأول منتج بيقول لي ان الاندكس بتاعه 0. في الترقيم او في الحياة الخاصة بالترقيم لما نيجي نتعامل مع الارقام اكيد مش هعد من 0، يعني اول شخص عندي اسمه ده الشخص رقم 1. فهنا هتدخل انا في اللوجيك واروح ضايف على الاندكس 1 بنفسي بعيد عن اللوب كده عشان خاطر يطبع لي هنا ان البداية تبدأ من 1 مش من 0، بدون ما اثر نهائيا على اللوب. اللوب هيمشي زي ما هو اللي هو ده، هيبدأ من اندكس 0 ويكمل ملوش علاقة، لكن الرقم اللي انا عايز اعرضه هنا عايز اعرضه 1 مش 0. فطبعا دي ملهاش علاقة بحاجة، وزي ما انت شايف هيبدأ يعرض لي المنتج الاول والمنتج الثاني والثالث والرابع والخامس. كده انت اسمها اتدخلت في اللوجيك وعملت حاجة منطقية بعيدا تماما عن اللوب. طيب لحد هنا تمام وجميل وزي الفل. محتاجين بقى جوه الديف ده ان احنا نعرض الالوان بتاعتنا كلها، فهاجي في الحته دي كده تحت ال h3 على طول، وهعمل الفور الثانيه بتاعتي اللي هي النستد لوب بالشكل ده، وهقول له let j بيساوي 0، j اصغر من، اصغر من ايه يا شباب؟ اصغر من الكالرز دوت لينس، وبعدين هقول له j بلس بلس. بعد كده محتاجين هنا نعرض الالوان كلها بتاعتنا، هقول له document دوت رايت، وبعدين جواها هتعرض الالوان في ايه؟ هعرضها في باراجراف مثلا بالشكل ده، هيحط لي 3 باراجرافز تحت بعض على سبيل المثال يعني. وهاجي هنا واقول له انه انا عايز اعرض الكالرز، وهنا سكوير براكت، وبعدين الجي
الخاص بالاندكس بتاع النستد لوب ده، بعد كده هيتبعهم لي زي ما انت شايف ريد جرين بلو تحت بعض كلهم في باراجرافز. هنا بقى عندي الاتش 3 والثلاثه باراجراف فيهم الالوان تحت بعض بدون اي مشكله. طيب لو جيت دلوقتي قلت لك ان انا محتاج انه الالوان دي تتعرض جنب بعضها مش تحت بعضها بالشكل ده، يعني محتاج اعمل لهم جويننج مع بعض، عندنا ميثود جاهزه اسمها جوين. خلي الفور ده زي ما هو مش هنيجي جنبه، هنيجي هنا نقول له ان انا محتاج نفس الدوكيمنت رايت دي كده، بس المره دي كلهم هخليهم في باراجراف واحد. ازاي الكلام ده؟ هقول له انه الكالرز الاري بتاعت الكالرز دي كلها اعمل لها جوين بالشكل ده، وهستخدم السيبريتور اللي هو البايب لاين كده وقبله وبعده مسافه، فكده هيجيب لك عناصر الاري كلها ويرجعها لك از سترينج كلهم مع بعض مفصولين بعلامه السيبريتور اللي انا اديتها له دي بالشكل ده، ريد جرين بلو في باراجراف واحد زي كده. يبقى احنا عملنا النستد لوب وكمان حولناهم لسترينج لو حابين تحتها بدون اي مشكله. لو جيت انا هنا غيرت الشو كاونت دي وخليتها 3 بالشكل ده، هيبدا يقول لك ان انا هظهر 3 products only، وهنا 1 2 3 بقى عندنا 3 منتجات بس وكل حاجه تمام وزي الفل. المثال ده بالمسطره كده زي ما هو، ان شاء الله في المستقبل لما نتعلم الايفنتس وازاي نغير الشو كاونت دي من الصفحه نفسها هتبدا تتحكم في الفلترز بتاعت المنتجات. ممكن الخمسه دي اخليها 10 فيروح عامل لوب ويجيب لك 10 بدل الخمسه، والخمسه اخليها 3 فيجيب لك 3 بدل الخمسه وهكذا. هنا احنا عملنا تطبيق على اللوب بتاعنا، وفي نفس الوقت طبقنا ازاي ننشئ ديفات وحاجات في الصفحه عن طريق الدوكيمنت رايت، ولسه هنتعلم حاجات اكتر احترافيه من كده باذن الله. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.